ملاحم في الإصرار والصمود والثبات على المبادئ سطرتها الجماهير الثورية في البحرين، فرغم ارتفاع وتيرة القمع وانتشار مكثف لنقاط التفتيش على مداخل البلدات وحملة المداهمات الليلية التي تشنها قوات النظام مدعومة بقوات الاحتلال السعودي والإماراتي، إلا أن ذلك لم يمنع الجماهير من الخروج للشوارع للتظاهر. بحرين حرة حرة، درع الجزيرة برة، كان الشعار الأكثر حضورا في التظاهرات. يتزامن طرح هذا الشعار مع الذكرى السنوية الثالثة لدخول قوات تعتبرها المعارضة الشعبية قوات احتلال من السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي ثبت مؤخرا تورطها المباشر في قمع المتظاهرين. ومن بين تلك المناطق التي شهدت تظاهرات ضد الاحتلال كرزكان وجد حفص والمصلى. متظاهرو بلدة دمستان طالبوا العائلة الحاكمة بالعودة إلى الزبارة الواقعة في قطر، في إشارة إلى المنطقة التي جاءت منها قبيلة آل خليفة قبل ما يزيد عن 200 سنة. أما جزيرة سترة فقد شهدت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الذين طالبوا بفك الحصار عن بلدات مثلث الصمود وقوات النظام التي قمعتهم بالغازات الخانقة والرصاص الانشطاري.